الإجهاض هو إجراء صحي آمن للسيدات الحوامل. الإجهاض في ولاية كوينزلاند هو إجراء قانوني، وهذا يعني أنه يمكنك إجراء العملية دون خوف من التجريم، والإجهاض هو قرار المرأة الحامل. تعتمد كلفة الإجهاض سواء إن كانت دوائية أو جراحية على عمر الحمل ومكان تواجدك، وإذا كانت لديك بطاقة ميديكير كارد من الممكن أن تكون التكلفة ممولة من الصحة العامة. تتم عملية الإجهاض تحت إشراف مدربين طبيين مختصين، وهذا يعني أنه أمر شائع وآمن للغاية. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بمنظمة Children by Choice، وجميع هذه الاستفسارات تكون سرية. يمكنكم أيضاً الحصول على مترجم فوري بقول مترجم عربي عند الاتصال بنا.